إذا مستمر معكم مشاهدينا في برنامج العالم هذا الصباح، ونكمل مع الخطط التنموية للبلاد والإنجازات المضيئة لدولة الكويت في عام 2018 نحو تحقيق الأهداف والخطط وصولا إلى التكامل لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الكويت 2035. مزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. خطى ثابتة مليئة بالإنجازات تسير بها مؤسسات الدولة في الكويت نحو التنمية المستدامة والتحول إلى نموذج اقتصادي رائد على مستوى العالم، وذلك عبر رؤية حكيمة وسامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لتستمر الخطوات بثبات نحو تحقيق أهداف الدولة وخططها الهادفة إلى تحقيق التطوير والطفرة المرغوبة كل في مجاله، وصولا إلى التكامل لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية كويت 2035. إنجازات عديدة في مختلف المجالات شهدتها الكويت، حيث بلغ إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2018-2019 نحو 140 مشروعا، تشمل 119 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و21 مشروعا جديدا. وبلغ إجمالي المشاريع التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى في خطة التنمية 70 مشروعا، وأنجزت خلال المرحلة التحضيرية 45 مشروعا، بينما يبلغ عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد 25 مشروعا، ويبلغ عدد المشروعات الاستراتيجية 21 مشروعا استراتيجيا باعتمادات مالية بلغت قيمتها 3,700,000,000 دينار. إن تحقيق هذه الإنجازات رغم التحديات الاقتصادية إن كان يدل على شيء فهو يدل على نجاح المبادرات التنموية التي عملت عليها الدولة لتنمية شاملة في جميع المرتكزات الاقتصادية في البلاد، وذلك وصولا لرؤية كويت جديدة كويت 2035. ونسلط الضوء على أهم ما تم إنجازه في عام 2018 للمشاريع التنموية. معنا في الاستوديو لنتكلم أكثر حول هذا الموضوع الباحث الاقتصادي الأستاذ ميثم الشخص. نرحب فيك في برنامج العالم هذا الصباح. لسهلا فيك. حياكم الله. طبعا يمكن عندك رؤية أكثر أو فكرة أكبر عن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لكويت جديدة كويت 2035. شنو ممكن نحن نقول من وجهة نظركم كمحلل اقتصادي أو خبير اقتصادي، كيف هو مسار أو مسار الإنجازات وفق خطة التنمية لكويت 2035؟ نعم، حقيقة أي دولة تحتاج إلى أن يكون هناك خطط موضوعة ومدروسة بشكل جيد ومتناولة بشكل واقعي إن صح التعبير، وهذه الخطط يعني تقضي على ما يسمى بالعشوائيات من المقترحات والقوانين وخلافها من أمور كانت لربما كثير من الدول تعيشها، وبالتالي تتوقف كثير من المشاريع عندما لا يكون لدينا خطة واضحة وهدف نسعى إلى تنفيذه. لذلك أنا أعتقد في عام 2017 تحديدا في شهر يناير تم إطلاق كويت جديدة، شعار كويت جديدة تحت يعني مسمى يحتوي على 5 أهداف استراتيجية و7 ركائز تم الإعلان عنه. وحقيقة هذه يمكن الأهداف الاستراتيجية تحتها تأتي كثير من المشاريع المهمة، ويمكن قبل قليل كان عندكم ضيف يتكلم عن جانب في موضوع الاستدامة في الجانب الصحي. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن الرعاية الصحية من الأسس الأساسية التي كانت تأتي من خلالها هذه الخطة. لذلك أنا أعتقد بأن خلال الفترة الماضية بدأت الكويت أن تذهب إلى كثير من المشاريع. نعم هناك
كثير من المشاكل، نعم هناك كثير من القضايا التي ظهرت، يعني يمكن قبل أيام أو قبل فترة بسيطة رأينا بعض المشاريع اللي صار فيها مشاكل مع الأمطار، أمطار الخير إن شاء الله، وبالتالي هذه لابد أن تكون موجودة في كثير من الدول في مختلف، يعني الدول العالمية ودول متقدمة لديها مثل هذه المشاكل. لذلك أنا أعتقد بأن مهم جدا أن يكون لدينا هدف ونسعى إلى تحقيقه إن شاء الله. طيب يعني مثل ما تفضلت إذا من كلامك أن هناك طبعا مشاريع عديدة يتم دراستها، يتم طرحها على من أجل تكوين أكيد خطة جميلة للكويت 2035، لكن هناك دائما عقبات وهناك دائما مشاكل تواجهها أي مشروع ممكن أنه هو يتم أو يوضع على الطاولة. شنو ممكن نحن نسوي عشان نقلل من هذه المعوقات اللي تصعب علينا الوصول إلى الهدف اللي إحنا قاعد نسعى له؟ نعم، حقيقة يمكن ما في أي دولة تعتمد على النظام التشريعي بسلطاتها المختلفة لا توجد في أي معوقات، لازم يكون هناك معوقات، هناك قد يأتي من خلال كثرة القوانين، يكون هناك مواضيع تحتاج إلى فك الارتباط، تحتاج إلى كثير من الترتيب والتعاون، جهات معينة لديها يمكن إشراف على جهات معينة أخرى، مثل على سبيل المثال في الخطط الاقتصادية هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووزارة التجارة لديها كثير من القوانين، وبالتالي وضعت الشركات بعض الشركات نفسها أمام مأزق كيف تنفذ بعض الأمور والقضايا. اليوم يعني وأنا أود أن يعني أنقل ما نقل معالي النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الأحمد عندما ذكر بأن لأحد طبعا القنوات الصينية، لأن ذكر بأن إن شاء الله خلال 6 أشهر سيكون هناك إنجاز وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبي. صحيح. مثل هذه الرغبة الحكومية إذا ظهرت وتم تنفيذ هذه المعوقات إزالتها، أنا أعتقد بأن إمكانية تنفيذ الخطة بسلاسة ووصول الأهداف إلى ما يعني رمينا سواء الحكومة أو البرلمان بشقيه نواب وحكومة، أعتقد من الإمكان أن ننجح في كثير من الأمور. لذلك اليوم يعني هناك تغيير، هناك حصل دفعة للرغبة في التغيير. نعم، هناك تغيير حصل كبير حقيقة تلمسنا نحن كاقتصاديين على أرض الواقع، نحتاج إلى الكثير، ودائما هذا الإنسان دائما يحتاج إلى تذليل كثير من المعوقات، وأنا أعتقد إن شاء الله راح يكون هناك على أرض الواقع أمور إن شاء الله جيدة. إن شاء الله. نقطة ذكرتها إذن، يعني معروف أن أغلب المشاريع اللي تتم في دولة الكويت طبعا تكون يمكن أكثر من جانب حكومي أكثر ما هي من جانب قطاع خاص. إذا نبي نتكلم عن مساهمة القطاع الخاص في هذه التنمية، هل تجدها مساندة أم هل تجدها قد تكون أيضا من أحد المعوقات اللي ممكن تواجه هذه الخطة؟ نعم، حقيقة الحكمة التي أتت من حضرة صاحب السمو أمير لاد حفظه الله ورعاه بأن يكون هناك اهتمام للقطاع الخاص، وهذه اللفتة حقيقة هي وجهة نظر عميقة اقتصادية، يعني تدل على أن من يرى هذا الجانب يعرف تماما كيف تكون أمور الاقتصاديات المحلية. الاقتصاد في مختلف دول العالم يعتمد على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، فلذلك تحويل الاعتماد على القطاع الخاص هو أمر وجدنا أيضا فيه اهتمام في الحكومة، يبقى أنه هو يمكن بطيء، يبقى أنه هو يواجه كثير من الأمور مثل ما تفضلت في البداية. نعم، العقبات اللي والآن البيروقراطية كما سمعنا أن هي إن شاء الله ستزول، في تتلاشى شيئا فشيئا فستزول إن شاء الله، يعني كثير من الأمور. يعني حقيقة يمكن في المناسبة أنا يوم أمس كنت في وزارة التجارة، رأيت كثير من الإجراءات التي كانت تتخذ في أشهر تم إنجازها بأيام قليلة. لذلك أنا أعتقد القطاع الخاص يحتاج إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى تسريع عجلة التعامل مع الجهات الحكومية طبعا من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ماذا عن إشراك الشباب في خطط التنمية المستدامة اللي احنا الحين قاعدين نشوفها، وهذا أيضا من توصيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد؟ صحيح صحيح، الركيزة الأساسية في المجتمع هم الشباب، هم الشريحة الأكبر، هم الذين نعتمد عليهم في المستقبل. لذلك الشباب اليوم أمامهم تحدي كبير، الذهاب إلى القطاع الخاص، قبل قليل نتكلم عن القطاع الخاص دوره أساسي في الإنجاز الاقتصادي للدولة، يكفينا الاعتماد على القطاع الحكومي، يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر في القطاع الخاص
بالفعل صدر مرسوم وبرعاية أميرية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهم الإنجازات إن صح التعبير خلال الحقبة الماضية، لكن يعني مر بفترات، مر في معوقات. الآن يعني كثير من الإخوان حتى في النواب يشيرون إلى بعض الأمور الخاصة في هذا الصندوق، لكن أنا أعتقد أن من الممكن أن نجد مشاريع هامة للدولة بيد هؤلاء الشباب اللي احنا ان شاء الله نتامل فيهم كل خير ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. طبعا نقطه يجب يمكن ذكرها في كل حديث بشان الاقتصادي، اعتماد الدوله اعتماد كلي على مصدر الدخل واحد واللي هو طبعا النفط، ويمكن نقدر نقول ان من زمان نسمع في رغبه الدوله، من زمان نسمع في رغبه الدوله في توجه او تعدد مصادر الدخل في الدوله. هل هناك في ملامح إلى أن الكويت ستعتمد على مصادر دخل أخرى، أم هم لا يزال الاعتماد معتمد 100% على المجال النفطي؟ نعم، إحنا كمصدر أساسي النفط حقيقة مرتبط في الدخل بشكل يتجاوز 95% من إيراد الدولة. والمشكلة في موضوع النفط حقيقة عندما يعود إلى الارتفاع تتلاشى كثير من الخطط الإصلاحية إن صح التعبير، والمخاوف نعم تقل المخاوف، لأن هو أسهل مورد، وبالتالي عندما يكون هناك أمر سهل فلا نذهب إلى الأمر الصعب، وهذا أنا أعتقد أنه خلل وخطأ كبير. أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تضع برنامج إصلاحي وتستمر في هذا الموضوع، وبالتالي الحصول على إيرادات غير نفطية وتعظيم الإيرادات غير النفطية عن طريق كثير من الأمور، ليس بالضرورة أن يكون هناك برنامج ضريبي. نعم نحتاج إلى البرنامج الضريبي بشرط كامل متكامل بأن يكون لدينا خدمات حكومية متوافقة مع النظام الضريبي، وبالتالي الدولة ستستفيد من الضريبة والمجتمع سيستفيد من خدمات الدولة. بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد بأن الاهتمام في القطاع الخاص وغيره من الأمور وتنمية القطاع الصناعي، أهم شيء القطاع الصناعي، تحويل القطاع الصناعي إلى الركيزة الأساسية للدولة سينجز الكثير من الأمور، وبالتالي تحويل الدولة إلى مصدر أكثر من ما هو مستهلك ومستورد، وهذا أعتقد نجحت في اقتصاديات دول قريبة منا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليست في البعيد. أنا أعتقد بأن من الممكن أن نستثمر كل ما هو ممكن في الدولة بأن تتحول إلى دولة غير ريعية لا تعتمد على النفط بشكل كبير، وأنا أعتقد الإخوان يفهمون تماما هذا الأمر، وإن شاء الله يكون الله يكون بعونهم في هذا الموضوع. طبعا أكيد الشعب الكويتي لا يخفى عليه مثل هذه المعلومات، فعلا هو أيضا ينادي في أن يكون هناك مصدر داخل الآخر، وإن شاء الله في المستقبل القريب نجد دولة تتجه إلى هذا التوجه. مثل ما تفضلت، إذا القطاع الصناعي له أكيد يد كبيرة في أنه يساهم في رفع مستوى الاقتصادي في الدولة. شكرا جزيلا لك، إذا كان معنا الباحث الاقتصادي الأستاذ ميثم الشخص، كنت معنا في برنامج العالم هذا الصباح. شكرا جزيلا لك. حياكم الله.